منظومة طبيب العائلة تتطور تدريجيا في تونس، خاصة بعد تطبيق منظومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، مما دفع الأطباء للعمل أكثر في مجال طب العائلة. هي جمعية، هذه لبنة من لبنات الطب العائلي، هي جمعية، هي لبنة، معناها إن شاء الله احنا المستقبل كما قال السيد عميد الأطباء توا، مستقبل في البلدان المتقدمة للطب العائلي وتدعيمه، وشي تولي ثم شهادة خاصة بالطب العائلي وقع تدريسها، وأول خريجين إن شاء الله يكونوا عام 2018. الهدف الجمعية متاعنا خلاف تجميع الأطباء والتواصل والتدريس كذا، باش تكون عندنا ربط، عملية ربط مع السلطات المعنية، مع السلطة المعنية كون وزارة الصحة، كون وزارة الشؤون الاجتماعية، كون كلية الطب، باش نساهموا في بلورة الطب العائلي على مستوى الطب العام. الطبيب العام هو أول طبيب مباشر للمريض. الطبيب العام لازم يكون كل ديما داكتواليتي، لازم يكون كل ديما مباشر هالندوات هذوما اللي فيها معناها محاضرات على كل قطاعات الميديسين، ولازم يكون قريب ياسر من مريضه، يفهم مريضه عن طريق من ناحية الناحية النفسية، من ناحية الناحية الجسدية. منظومة طب العائلة لم ينل استحسان البعض، في حين راق للبعض الآخر، كما لا يتوفر للتونسيين تعريف واضح لهذه المنظومة. بالنسبة لطبيب العائلة شنو رأيك فيه؟ والله يساعد برشا عباد. طبيب العائلة هو اللي يكون قريب للعائلة بجنب الدار، تلفاصون ما تقولش انت مش ديبلاسمون وتمشي بلاصة بعيدة، وهو عنده علاقه بالعائله، يعرف تاريخ العائله، يعرف الصغار، يعرف الكبار، ويعمل الدوسي نتاعك. هو انا نشجع العباد الكل يمشي طبيب العائله، ومني طبيب العائله نتاعي انا باغ اكزومبل برشا حوايج هو اللي يعرفهم ويفيق بيهم، كي عنده فيشه كامله ويعرف الحي ويعرف الكليمه نتاع الحي ويعرف شنو هي الامراض اللي موجوده في الحي في البلاصه هذيك، هذيك الافونتاج تاع طبيب العائله. فهمت؟ انا ما عنديش طبيب عائله، اما نمشي كالسبيتال، فهمت شي؟ خاطرش ظروفي مثلا ما تسمحش باش نعمل انا طبيب عائله. لا والله نرى لي فكره حلوه، انا واحد من ديجا مستعمل طبيب العائله، ميس طبيبا ويلي يعرف العائله الكل ويعرف التاريخ نتاعهم الطبي، وهذه في حد ذاته يسهل علينا. معنا احنا المنظومه نفسها زاد تسهل على المريض، لانه الكلفه مش كبيره، لانه مش يدفع جزء صغير من الكلفه، هو يباري بعد يتصرف مع الكنا. بالعكس انا نرى لي حلوه برشا. كل شيء كله بس عليه، مثلا ينجم يعمل طبيب خاص به، ما بالنسبة للزوالي أنا ما ينجمش، ما يقدرش ظروفه، هو باش يلقى ياكل ويشرب يتسمى به يسلكها. معناه بالعكس أنا نرى اللي بالعكس تماما، معناه خاطر لو ناخذ مثال طبيب العائلة هو طبيب جينيراليست، معناه طبيب طب عام، الفيزيتا نتاعو عادة من 15 ل 20 دينار، كي تمشي له أنت هو عندك طبيب عائلة مش ياخذ منك 4 5 آلاف، والبقية هو ياخذها من الكلام ديريكت. معناها ما نراش علاش يلزم الناس الغنية، الناس الغنية قاعدين يعتمدوا في طريقة أخرى اللي هي استرجاع المصاريف، يمشي يصرف ويكسكي وبعد ياخذ من عند الكلام. طبيب العائلة يخفف الاكتظاظ في المستشفيات ويعتبر حلا مجديا للمرضى، لكن هذا يتطلب دورات تثقيفية أو حصص دورية لتسهيل فهم منظومة طبيب العائلة واستيعابها لدى المواطنين.